عندي ملاحظة على حسن عبد اي الكريم. يعني تكلمت انا حسن عبد الكريم، يعني ماكو تغيير حتى بطريقه البنيه الجسمانيه مالته، يعني كانما يعني تعرف انت كل سنه خبره تدريب، يعني كل سنه تدريبيه يجب ان يكون هناك تغيير في البنيه الجسمانيه وبطريقه الاداء مالته، موسم كامل بنفس الطريقه، هو فقط انه يستلم كره والدخول للداخل، يعني بدا ينوع بين الناحيه الفنيه مالته اللي هو مره على اليمين ويسوي كروس، مره للداخل، فبالتالي صار لاغلب اللاعبين المدافعين مكشوف مكشوف، وكذلك انه البنيه الجسمانيه مالته، تعرف انت البنيه الجسمانيه ما تكتسب جانب بدني، ما تحس انه البدي مالته دا ياخذ دا يكتسب قوه زايده، فبالتالي هذا الامر حسن عبد الكريم دا يفقد بدنيا دا يفقد مهاريا. طيب انتقل يعني مره اخرى للزميل احمد العطار.